شهدائنا لما كبرنا مشوارنا. هذا اليوم هو يوم أرسكم، وستواجهون غدا إن شاء الله الحياة العملية في دوائر الدولة أو في الدوائر الخاصة التي سوف تسلكون فيها العمل الفعلي. نتمنى لكم الموفقية والنجاح في كل مشوار سوف تسلكونه، وإن شاء الله تجدون مكانا في هذه البلد لتكونوا عونا وبناء للمجتمع ولأهليكم وذويكم أيضا. نحن أهلكم وذويكم وأنتم أبناءنا. نتمنى لكم الموفقية والرفاه. شكرا. نرعى حفل تخرج كلية الإدارة والاقتصاد قسم المحاسبة في هذا اليوم لمناسبة انتهاء السنة الدراسية، ونتمنى لهم كل الموفقية والنجاح. هذا حفلة اليوم وحفلة كلية الإدارة والاقتصاد اللي في قسم المحاسبة دفعة أكملنا مشوارنا بفضل الله ثم شهدائنا. الحفلة هذه قائمة برعاية الأستاذ الفاضل عبد الأمير الزبيدي، ونشكر أولا وثانيا نشكر الأستاذ الفاضل على هذه الفعالية الجميلة، ونشكر أساتذتنا الفاضل على هذا الحضور الجليل، ونشكر قناة الموصلية التي كانت وما زالت تغطي كافة حفلات جامعة الموصل كلية الإدارة والاقتصاد، والشكر الموصول إلى كافة أخوتي الزملاء لهذا الحضور ولعوائلنا الكريمة. نبارك لأخوتنا طلبة قسم المحاسبة كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الموصل بتخرجهم، وإن شاء الله من تفوق إلى تفوق، ونشوفهم بأعلى المراتب جميعا. ولو لا ننسى الشكر للأستاذ عبد الأمير الزبيدي اللي ما قصر ما شاء الله، وقف وقفة تشرف ويا الطلاب بخدمته ورعايته للحفلة مالتهم وما قصر، وانتم هم ما شاء الله وجيتونا دائما تنقلوا الاحداث. باسمي وباسم طلبة كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الموصل قسم المحاسبة اتقدم جزيل الشكر والامتنان للأستاذ عبد الأمير الزبيدي، ونشكر على هاي المبادرة الجميلة، ومثل ما تشوفون فرحة ما تنوصف، وتحياتنا لكم.